رجعنا لكم من جديد وخلوني أسأل الرأى. أعطيني. أنت من الناس اللي تحبين إذا سويتي شيء سكم بكم، ولا تحبين تستشيرين وتاخذين وتعطين؟ أي مشروع، أي مشروع عندك؟ أستشير الثقات، يعني أنا من الناس اللي عندي قاعدة أحب أمشي عليها، أستشير ثم أستخير ثم أستفتي قلبي. يا سلام، كيف أستشير ثم أستشير أستخير بعدين أستفتي قلبي. حلو. يعني أشوف هل هو مثلا بعد ما أخذت معلومات من هنا وهنا 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 لازم من الاستخارة، من بعدها أحس أشوف يعني هل أنا حأمشي بهذه الخطوات ولا في خطوات ثانية أسويها. بس إنه سكتم بكتم مرة واحدة لا، ودي أنا أصير سكتم ما لا ما ودي. ما أسويها. يو أنا لساني مفلوت. أي بالضبط. يقول لك في كثير دراسات تقول إنه إذا صرحتي بأهدافك قدام الكل فنسبة النجاح في تحقيقها راح تكون أقل. أكيد راح نناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. ينضم لنا عبر سكايب أستاذ حمود العصيمي، مدرب حياة. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمود. حياكم الله، والسعيد أن أشوفكم إن شاء الله. الله يسعدك أستاذ حمود. يعني يقولون من كثر هرجة قل فعله، إيش رأيك؟ والله ممكن هذه تطبق في بعض الأعمال ولكن ما تطبق في آخر. طيب، يعني كثير نقابل أشخاص ممكن يكونوا طموحين ويمكن يحلموا ويفكروا دائما بصوت عالي، لكن هل تعتبر أنه هذا التصرف سلبي؟ على سبيل المثال دائما نسمع أو يقال أو يشاع ما بين الناس إذا كانت أحلامك بصوت عالي داخليا تبدأ تكتفي، فما يكون في نفس الدافع وإنت كاتم هذا الموضوع وتشتغل عليه. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. نشكركم على هذه الاضافه. دائما في اعمالنا وحياتنا اليوميه ما نربطها باشياء امامنا، نربطها بشيء شخصي انت تستهدف له، وعندك رؤيه وعندك رساله وعندك امور انت تطمح انك تسويها او تطمح انك تعملها. اما نقارنها في بيئه العمل تختلف الدوام اليومي 8 ساعات، له لوائح وله أنظمة وله إجراءات وله مخالفات وله مكافآت في نفس الوقت. أيوه. ترتبط في إنجازك، أعمالك وأهدافك اللي أنت تطمح فيها، ولابد كل فريق العمل وزميلك وزميلتك ومسؤولك ومسؤولتك لابد أنه يعرف هذه الأمور بالأمور اللي أنت تكتبها، بالأمور اللي أنت ترفعها، حتى يعلم الجميع أن فلان لديه هدف مميز داخل بيت العمل. لازم كل زملائي وزميلاتي يعرفوا أستاذ حمود أنه أنا عندي هدف. يعني أنا إذا تفضل. إذا زميلي وزميلتي داخل فريق العمل بالأخير لابد أنهم يعرفون. أستاذ حمود، يمكن أنت ما فهمت سؤالنا. إحنا نقصد مثلا إذا أنا بفتح مشروع ما له دخل هذا في العمل، هل أنا لما أجي وأتكلم عنه وأقول أنا بفتح مشروع تقل فرص نجاح هذا المشروع بغض النظر عن العمل؟ إحنا ما نتكلم عن العمل. ممتاز. إذا أصبح المشروع شخصي فنرتبط بالمقولة اقضوا حوائجكم بالكتمان. بعدها المشروع سيظهر على الجميع وسيظهر على العامة وسيظهر على الناس اللي يتعاونون معك، سواء من الكلاينت أو بنفشري أو من الأمور اللي أنت تتعامل معاهم من الكاستمرز. واضح. بالأخير أنت تنتج سواء عملك ناجح أو فاشل. بالعادة التجربة الأولى اللي يخوضها أي إنسان يستشير أصحاب الخبرة أو اللي سبقوه في نفس التجربة. صحيح. يعني في بعض الأشخاص ممكن يتكلموا عن أحلامهم وإيش الأشياء اللي ودهم أنهم فعلا ينجزوها من باب أنهم ما يعيدوا أو يكرروا أخطاء الناس اللي سبقوهم في نفس هذه التجربة. هل هذا شيء يعتبر تصرف صحيح أو لكل حالة لها ظروفها الخاصة؟ طبعا احنا نمشي بمقولة وأمرهم شورى بينهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد من المشورة سواء من القريب أو من البعيد اللي أنت تضمنها بعد الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون
المعلومة أو النظرية اللي أنت تقوم فيها تنشر للعامة، ولكن بعد الله سبحانه وتعالى تكون نظريتك وأسلوبك وحياتك ونيتك الصادقة مع الشخص اللي أنت تضمنه بعد الله، بالأخير مشروعك سيظهر على الناس، سيظهر للعامة، لأنك أنت تتعامل مع مشاريع وتطمح أنه بأمور مالية، بأمور إيجابية، بأمور أن تتوكل بعد الله سبحانه وتعالى أنك تنجح في هذا المشروع، والأخطاء واردة في كل مشروع. أستاذ حمود العصام يعطيك العافية وشكرا لك. رؤى، في تغريدة لفتتني تقول استعينوا على قواعد حوائجكم بالكتمان، بس الهدف من هذه الوصية تجنب العين والحسد، مو تجنب العين والحسد سوري، بل هو أعمق، استعينوا بالكتمان كي لا تصابوا بخيبات الأمل علنا، هي أكثر إيلاما، استعينوا بالكتمان لأن الطاقات تهدر في القول بدلا من الفعل. إيش رأيك فيها؟ أتفق معك في هذه التغريدة. ربما في أشياء كثير أودي ما يكون، يعني أنا على الصعيد الشخصي لو أبقرنا على بعض الأشياء اللي تكلمت فيها وكنت أبغى أسويها وما صارت، ترى ما زعلت إنها ما صارت قد الشعور اللي يجيني من الناس، ها إيش صار؟ ما تم؟ ليش ما تم؟ طب ليه؟ طب عرفتي الحاح الناس على هذا الموضوع هو اللي كان يزعجني أكثر، وفعلا أثر علي بشكل سلبي وبشكل واضح. فأنا أتفق، هي موضوع من أنا خاف من العين والخاف من الحسد، يعني في الآخر الله الحامي، والواحد يعني يسوي بالأسباب يحصل نفسه وغيرها، وفي أشياء تسهل من رب العالمين. بس أني اللي كنت أبغى أقوله، في نقطة مرة مهمة ما حتى الدكتور الأستاذ حمود ما تطرق لها، ترى أحياناً أقرب الناس لنا ترى ما يتمنوا لنا الخير، يعني في ناس يكونوا حولنا هم اللي ممكن يزرعوا في أمر معين، مثلاً استشارتني فيه أو أنا استشرتها فيه تخليني أكرهه، صح، توريني إنه هو شيء سوداوي أو شيء لا، كيف حتسوي هذا الموضوع، أنت مو قد هذا الموضوع. فأحياناً ممكن يكونوا ناس مرة قريبين مننا، لكن سبحان الله في شرارة الغيرة هذه اللي ممكن تحصل. فعشان كده يعني مهم جدا انه احنا نختار مين من الناس اللي يكونوا حولنا اللي فعلا ممكن نستأمنهم على، كيف اقول لك، على مو امر معين، بس على حقيقه الامانه، حقيقه حتشور علي بشكل كويس. لما تقول لي مثلا اودي تقول لي لا رؤى كذا ما يصلح، هي من قلبها رؤى كذا ما يصلح، مو عشان امر معين. فبس انا احب اسمع منك، انا ما سمعت منك رغايه انا اليوم. لا لا بالعكس، أيوه. رؤى كلامك جدا حلو، خاصه لما تبين تستشيرين احد زي ما انت قلتي، لا ما مو اي احد في هذا المكان. واذا انا مره حيرانه في الان مستشارين كبار يعطوني هذه الاستشارة، فمن أنتي محتار تستشيرين أي أحد قريب إلى أنتي ما عندك الشخص اللي فعلا يكون صادق وخايف عليك. أنا أشوف أنه خليني أرجع للنقطة اللي أهلنا وحنا صغار دائما يقول لا تعلمين أحد، لا تقولين لحد، لا تعلمين أحد، فأحس هذه تربينا عليها وصارت من ضمن عاداتنا وتقاليدنا، أنه الواحد لما يبي يسوي شيء ما يبي يتكلم. أنا ما أقصد أنه أنا مثلا خوف أو عين أو حسد، بس إنها شيء تربيت عليه. أيوه. من غير قصد. أنت إيش رأيك؟ أيوه أتفق معك. سبحان الله، ترى أهل أول كانوا يقولون لنا بعض الأشياء أو ربوا أولادهم وعيالهم على بعض الأمور وإحنا ما كنا نعرف إيش الأسباب. صح. يعني سبحان الله في الآخر تيجي تقولي لا ترى هم كلامهم صح، وإن كان وقتهم العلم عندهم يعني فطري بسيط، إنما فعلا تقول لا كان كلامهم صحيح. في أشياء ما يحتاج إني أنا أتكلم فيها، في أشياء ما يحتاج أصرح فيها، في مو لازم أكون شفافة لهذه الدرجة، وهذا عيب يا جماعة الشفافية والوضوح. فعرفتي أنا أتفق إنه لا، الواحد لازم ينتقي من الأشخاص اللي يتكلم معاهم، من الأشخاص اللي يستشيرهم. حتى أحيانا مثلا في ناس يكونوا جدا قريبين مني ينفعوني في أمر معين، لكن في أشياء ثانية لا. سبحان الله، شوفي حقيقة البنت أو النساء تحديدا فيهم الغيرة، وقد يكون في الرجال، بس أنا ما لي شغل في الرجال، أنا أتكلم على البنات. يعني أحيانا ترى اللي تكون معاكي أنت وياها ماشيين مع بعض إيكول متساويين، أنت أعز صديقة لها، وإن تطلع شوي هنا تبدأ المشاكل وتبدأ الغيرة. عرفتي أنه لا، ليش هي ممكن تكون أحسن مني، ليش هي ممكن تكون أفضل أو غيرها. فعشان كده أنا أشوف الواحد حتى مفروض أنه هو نوعا ما، أنا رؤى أقول لك أنا براعي مشاعر الناس اللي حولي وبحاول أني ما أضايقهم حتى في شيء أنا أشوف أنه هو كويس وفي نجاحي. طيب وش رأيك أنت بالناس اللي مثلا كل شيء تقوله عادي، أن تطلب منك أنك أنت تقولين كل شيء عندك، بس لما يجي الموضوع لها تقول لي أنا ماني قايلة، خاف من العين والحسد، هذه كيف تردين عليها؟ ما أقول لا، والله ما أقول لا، ما أعرف. يعني أنا في الآخر كنت أعمل سجيتي في أشياء كثير أودي، بس أني أحاول يعني أحاول قد ما أقدر أنه
ما أغير من طبعي، بس مو عشان هي ما قالت أنا ما أقول. ليش؟ ما أعرف، بس ما أحس إنه هذا طبعي. شوفي أنا مثلاً أيوه. إذا قدامي شخص وقال لي ما أقول إنه هو مثلاً يعني بسم الله عليه الله يحفظني خايف من عينه من حسد مني، فأنا الأولى أخاف منه لأنه هو فكر بالطريقة. أيوه فهمتك أيوه فهمتك. معناته هو إنسان يناظر ويعين ويحسد، فهمتي؟ أيوه. عشان كذا ما راح أقوله لأنه صح. فتح بالي على شيء أنا ما كنت انتبهت له. أيوه إذا كذا أتفق معاك يا دوبا نستوعب. اتفقنا. دوبني استوعبتها والله يا أودي فعلا، إذا هو عنده هذا الشعور إنه أنا إنسان محسود وإنسان معيون فالبعد عنه غنيمة أحيانا. نفسك تقولي شيء ثاني ولا خاصة أطلع خلصت. أطلع أنا طيب. أنت صرت الضيف عندي نيو يا ربي، أنت صرت الأخصائي اللي أنا أسأله. أنا ما أستغنى عنك وعن أفكارك وآرائك، وهذا اللي صراحة يميز البرنامج إنه دائما آراءنا أحيانا نتفق أحيانا لا، لكن دائما الصح وصح الآخر ما يكون خطأ. عموما مشاهدينا لسه مواضيعنا مستمرة، خلينا نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل حنتكلم عن المال، هل هو سر السعادة أم لا؟